هلو مع السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بناطي. في الفيديو متاع اليوم إن شاء الله باش نحكيه على زيادة المتابعين في الانستغرام، شنية الخطوات الصحيحة اللي تنجموا تتبعوها، وشنية زادة الطرق اللي قاعدة تتخذ فيها بعض المواقع وبعض الأشخاص من نصب واحتيال. لذا تفرجوا في الفيديو متاعنا، وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة تضغطوا زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. ونخليكم مع الفيديو. في مرحلة أولى خلينا نتفقوا على حاجة، أنه الناس الكل يحبوا يزيدوا عدد الفولورز أو عدد المتابعين بتاعهم في وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، يوتيوب، لايكس في فيسبوك إلى آخره. وهذايا بالطبيعة عنده عدة طرق، فما الطرق المجانية وفما الطرق المدفوعة. أول حاجة باش نحكيو عليها هي الطرق المجانية. كيفاش نجم تكبر الاكونت نتاعك في الانستغرام بطريقة طبيعية، اللي هي بطبيعة باش تاخذ من عندك أكثر وقت. أول حاجة وأهم حاجة لازمها تتوفر في الاكونت نتاعك، أنك ديما تهبط بوست جدد، ديما تهبط منشورات جديدة، ديما تهبط حاجات جديدة، وبالطبيعة الصور اللي تهبطها تكون صور ذات دقة وذات جودة عالية. يعني ما تهبطش تصور فلو وتصور ما عندهم حتى معنى، بعد كده تقول شبيه العباد مش قاعدين يشوفوا في البيكتشرز ولا في التصاور متاعي، مش قاعدين يعملوا لي فولو. كذلك استعمال لهاشتاج ينجم يعاون ياسر في اكتشاف الصور متاعك من قبل بعض الأشخاص. مثلا إذا كان خذيت أنت تصويرة الشجرة وقال خذيت تصويرة للحقل كبير، استعمل هاشتاج نيتشر، خاطر العباد اللي مش تنزل على الهاشتاج هذايا يحبوا يشوفوا الصور اللي عندها علاقة بالطبيعة، وكيف يلقاوا الصورة بالطبيعة اللي انت صورتها اذا كانت الدقة متاحة ممتازة بالطبيعة بش يعملوا لك فولو وبش يتبعوا الحساب اللي انت مالكه. لهنا فما بالطبيعة بعض الاختلافات وبعض الامور اللي لازم نحكيوا عليها. الاختلافات هذه تجي بين الحسابات المملوكة من طرف الفتيات والحسابات المملوكة من طرف الأولاد أو من طرف الذكور. أول حاجة نسب المتابعة اللي تكون عادة للحسابات الفتيات أكثر بياسر من المتابعة اللي تكون لحسابات الذكور. علاش؟ خاطر بكل بساطة هذيك هي الطبيعة البشرية، دائما أي حاجة فيها فتيات تلقى فيها متابعة أكثر من الأشياء اللي موجودة فيها الأولاد. باش نكونوا واقعيين وباش نكونوا موضوعيين وباش ما نكذبوش على بعضنا. كذلك بالنسبة للعباد اللي يستعملوا فيسبوك في المهنة متاعهم، يعني أكثر مهن وأكثر تقريبا الحسابات اللي تم متابعتها خصوصا لهنا نحكيه من قبل الجمهور العربي، عادة الحسابات اللي تكون عندها علاقة بالمأكولات، خاطر عندها تأثير خصوصا كيف الشخص يشوف صور متاع مأكولات في وسط النهار، في أغلب الحالات يضغط على زر لايك في التصويرة وينجم كذلك يشترك في الحساب. وإلا كذلك الحسابات اللي عندها علاقة بالفاشن وبالموضة، يعني الحسابات اللي تلقى فيها آخر موضة بالنسبة للرجال أو آخر موضة بالنسبة للنساء. لكن فما بعض المهن يعني اللي ما من المستحسن ما يكونش فيها كونت انستغرام اصلا، ما يكونش عندك فيها حساب انستغرام. يعني مثلا شركه تصنع، نعرفش انا مثال، شركه تصنع في المصاعد، تصنع في ليزاسونسور، حساب الانستغرام ما عنده ما يجيب لك. علاش؟ خاطر حسابات الانستغرام هي معناها اللي يستعملوا فيها غالبا اشخاص يحبوا على صور تكون جذابة، يعني كما قلنا مأكولات، أطفال، موضة، حاجات اللي تكون جذابة بالنسبة لهم. هذايا إذا كانك تحب تكبر الحساب متاعك بصفة معناها طبيعية، واللي كما قلنا تنجم تاخذ منك ياسر وقت بالطبيعة على حسب أنت عدد الصور اللي تهبطها كل يوم والهاشتاج اللي تستعملهم. وننصحوا زادة انك تستعمل دي هاشتاج اللي عندهم علاقة بالصورة متاعك واللي هما معناها موجودين في الترانس في الوقت اللي انت مش تهبط فيه التصويرة هذيك. هذايا كما قلنا فيما يخص تكبير حساب الانستغرام بطريقة مجانية.
الطريقة المدفوعة اللي لهنا يجي النصب والاحتيال. يوجد العديد من الأشخاص والعديد من المواقع العربية والغربية اللي يهم الأشخاص إنهم قادرين إنهم يزيدوا لهم متابعين في الحسابات متاعهم، والمتابعين هذوما تكون أعدادهم كبيرة والسعر رخيص. يعني فما بعض المواقع اللي يقول لك نعطيك 3000 فولور أو 4000 فولورز للحساب متاعك مقابل 4 أو 5 دولارات، اللي هي حاجة ماهيش معقولة. وفي غالب الأحيان الحسابات هذه تكون حسابات وهمية، أغلبها تكون حسابات هندية أو تركية ما عليها حتى تفاعل. وبالعكس كيف تضيفها للحساب متاعك، إذا كان يفيقوا بيك الانستغرام راهو الحساب متاعك يتعطل. علاش؟ خاطر بيع وشراء الفولورز في الانستغرام وفي غيره من مواقع التواصل الاجتماعي هي حاجة ممنوعة بتاتا. ديجا في الآونة الأخيرة انستغرام ولات تظهر البعض الحسابات مسج، معناها يقول لهم انه راهو قاعدين يستعملوا في تطبيقات باش يكبروا الاكونتس نتاعهم، عليكم التوقف عن استعمال هذه التطبيقات والا الحسابات هذه باش تتعرض لعقوبات. نجم تقول لي انه فما بعض المواقع اللي مازال ما فاقش بها، موقع انستغرام والا بعض المواقع اللي مازالوا فما اشخاص يستعملوا فيها التو وما شكلتش خطر على الحسابات نتاعهم. تنجم تكون تو ما شكلتش خطر على الحسابات نتاعهم، لكن في المستقبل القريب ناكد لك انه المواقع هذه باش تشكل خطر كبير على الحسابات هذه. الطريقة الثانية اللي باش نحكيوا عليها المدفوعة واللي يشجع عليها موقع انستغرام بما انه الاموال كلها ترجع لموقع انستغرام، هي عمل بروموشن للبوستات متاعك. الفرق بين الفيسبوك والانستغرام، في الفيسبوك تنجم تعمل بروموشن البيج كاملة وتزيد عدد اللايكات فيها، عدد اللايكات المعمولة او المحطوطة على البيج. بالنسبة للانستغرام لا، الانستغرام تنجم تعمل بروموشن كان للبوستات والا الستوريز متاعك. وبالطبيعة من بوستات والستوريز اذا كان كما قلنا نرجع للطريقة المجانية، اذا كان الصور اللي عندك معناها اللي تهبط فيها انت والا الفيديوهات اللي تهبط فيها هاي كواليتي، يعني الكواليتي متاعها باهيه، فانه بكل بساطه باش تلقى عباد تتبعك وباش تلقى عباد تدخل للاكونت متاعك، خصوصا انه البروموشن تتحكم فيها انت على حسب الميزانيه متاعك. تنجم تعمل بروموشن بدولار واحد في النهار، كما تنجم تعمل بروموشن 1000 أو 2000 أو 3000 دولار في اليوم الواحد. لكن الطريقة هذه كما قلنا باش تكبر لك صحيح الحساب متاعك في وقت صغير أو في وقت قصير، لكن لازمك مع الوقت حتى بعد ما تكمل معناها البروموشن اللي بديت فيها ما توقفش على تنزيل بوستات جديدة باش العباد ديما تقعد تتبع فيك. والطريقة هذه تنجم تجيب لك 3000 أو 4000 أو حتى 5000 فولورز في اليوم، بالطبيعة على حسب نوع المحتوى اللي أنت قاعد تخدم فيه وعلى حسب البادجت اللي أنت اعتمدته والبادجت اللي أنت تحب تخصه للطريقة هذه. ما قلناه على انستغرام توا ينطبق على باقي وسائل التواصل الاجتماعي كذلك فيسبوك. إذا كانك تحب لايكات وتحب معناها تكبر البيج متاعك لازمك تدفع فلوس. بالنسبة ليوتيوب كيف إذا كانك تحب تكبر القناة متاعك وتاخذ ياسر فيوز في وقت صغير لازمك تدفع فلوس. يقول القائل هذا كل علاش؟ خاطر بكل بساطة الفلوس اللي أنت قاعد تدفع فيها للمواقع هذه باش تسرع الحسابات متاعك وباش تسرع نمو الحسابات متاعك، هو بكل بساطة الطريقة اللي يعتمدوا فيها المواقع هذوما لجني الأرباح. يعني إذا كان ما همش باش يعملوا كيف من هكا المواقع هذه باش تسكر، لأنه أغلب الأرباح متاعها وأغلب العائدات متاعها جاية من الإعلانات اللي قاعدين احنا نقوموا بها. لذا حاولوا انكم اذا كان باش تصرفوا فلوس على الاقل اصرفوا الفلوس هذه في طريقه ناجحه، ما تصرفوش الفلوس هذه مع بعض الاشخاص اللي باش يحتالوا عليكم ويبيعوا لكم متابعين وهميين اللي بعد 3 ولا 4 أيام المتابعين هذوما ما عادش تلقاهم في الحساب متاعك. لذا نتمنى منكم كما قلنا انه تعرفوا الطريقه اللي باش تعتمدوها وتحطوا الاستراتيجيه اللي باش تعتمدوها باش تكبروا الحساب متاعكم. والاكيد انه بعض الوقت الأشخاص اللي باش تستعمل الطريقة المجانية باش يبداو يشوفوا النتائج هذه ما تستعملوش هذاك
الابليكيشنز وهذا كل المواقع المشبوهة الكلها، واللي يوجد البعض منها اللي ياخذ اكسس على الحساب متاعكم وينجم من بعد كده حتى يسرق لك حساب الانستغرام متاعك، استعملوا الطرق الشرعية باش تتجنبوا المخالفات وباش تتجنبوا حذف الحسابات متاعكم. ان شاء الله تكون المعلومة وصلت، وان شاء الله الفيديو هذا ينفعكم. اذا كان تحبوا مواضيع اكثر كيف هكا اكتبونا في التعليقات اللوطة. قبل ما تسكروا الفيديو ما تنسيوش كالعادة تضغطوا على زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم اشعار. وللفيديو الجاية ان شاء الله ما بقالي كامش نقولكم، الى اللقاء.